السيد الرئيس، شفنا هذه الوقفة احتجاجية الآن وانتم يعني تحاورتوا معهم، يعني شنو هو الحل اللي كاين مع هاد الساكنة؟ شنو هي المشاكل اللي طرحوها عليكم؟ هو الأصل المشكل، المشكل هو أنه هما ناس ساكنة ديال الدوار عشوائي، حتى البطائق الوطنية ما عندهمش، بمعنى أن ما عندهمش حق أنهم يدافعوا عن الكونسيور ديالهم. السلطات المحلية حلت مع المشكل، دارت لهم بوس وداروا لهم دي كونتور بريبي، واحد السيد ديال البريبي، بمعنى ان خاص هذوك لي كونتور لي كارت شارجي لا كارت ضوي، الناس مابقاش بغات تخلص، بمعنى ان المشكل ماشي معنا حنا الجماعه، المشكل عندهم هما مع الوينر. الا كاين شي احتجاج ما يحتاجوش على الوينر، ما يحتاجوش على بالنسبه للجماعه ما عندها حتى مشكل مع الساكنه ابدا. كانوا كيشتكيوا قال لك من كثرة الأزبال، يعني واحد الزبالة كارثية أمام الدوار، يعني كتشكل خطورة على البيئة. أنا لا أظن، لأن بالعكس الجماعة ديال الشلالات عاطي واحد الأهمية للنظافة أكثر من السنين السابقة. يعني ما كاينش إشكال دابا مع الساكنة تما، يعني دابا لقيتوا لهم الحل؟ أكثر من هذا، هو المستقبل غادي يكون كاع داك التدبير المفوض ديال النظافه حل المشكل بصفه نهائيه. ودابا الحل اللي مع هاد الساكنه دابا اللي تحاورتوا معاهم الحل؟ غادي نلقاو الحل، حنا مازال غادي نجلسوا معاهم دابا ان شاء الله ونحاولوا ما امكن ان نوجدوا. شكرا لك سيد الرئيس.